السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. من هذا المنطلق نظم الأطباء في هذه المنطقة فعاليات وأنشطة بغرض تقديم فحوصات مجانية ومحاضرات تعليمية للتوعية لأهمية التشخيص المبكر بهدف تفعيل الطب الوقائي في الجالية. ستكون هناك عدة من الفحوصات، منها على سبيل الذكر قياس ضغط الدم، قياس السكر في الدم، قياس نسبة الدهون في الدم أو الكوليسترول، وأيضا ستتوفر أجهزة لتخطيط القلب، وأيضا فحص القلب بالأشعة فوق الصوتية، بالإضافة إلى فحوصات أخرى بالأجهزة فوق الصوتية. ستكون أيضا هنالك استشارات طبية متوفرة، نتوقع أن يشارك في هذه الفعاليات ما يقارب من 16 طبيب في مجالات مختلفة تقدر بتسع مجالات أو تخصصات. هؤلاء الأطباء هم يعدوا من المتخصصين في مجالاتهم. أيضا ستكون هنالك محاضرات قصيرة في مجالات عدة، منها مجال الوقاية من أمراض القلب والجلطات الدماغية، والتدقيق أيضا على الخطورات أو الأشياء التي قد تؤدي إلى هذه الأنواع من الأمراض. أيضا ستكون هناك محاضرة من قبل متخصصين في مجال أمراض السكر باسمي ونيابة عن الأطباء. أتشرف بدعوتكم للاستفادة من هذه الفحوصات ومن هذه الفعاليات والمحاضرات والأنشطة التعليمية. أتمنى أن تحضروا إلى هذه الفعاليات وتستفيدوا من الفحوصات المقدمة والمواد التعليمية والمحاضرات، وأتمنى أن تحضروا معكم أولادكم وبناتكم أيضا للاستفادة والتعلم عن أهمية خدمة الجالية، وعن أيضا تعلم الأهمية الوقاية الطبية، وإتاحة الفرصة أيضا لأبنائنا وبناتنا أن يختلطوا مع أطباء من مجالات مختلفة للتعلم والتعرف على مهنة الطب عن قرب، وأيضا ليكون حافز لأبنائنا في حالة لو أرادوا أو رغبوا في ممارسة مهنة الطب في المستقبل بإذن المولى عز وجل. بهذا أنهي دعوتي لكم، متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن تحضروا إلى هذه الفعاليات وأن تكون بإذن المولى عز وجل نافعة للجالية كاملة بإذن المولى عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.